هنتكلم النهاردة إن شاء الله في باقي الخامات، وأولهم الخامة بتاعة ورق الأشجار. هروح في الهايبر نيربس أو السب ديفيجن سيرفس وأقفله علشان بس أعرف أتحرك جوه السين بتاعتي. في حاجة كمان عايز أقفل كل اللايتس دي تمام، بما فيهم الدوم لايت، في واحد اعتقد مش مقفول، في لايتس مش مقفولة، اللايت ده واللايت ده واللايتس دي، واحنا سايبين بس الدوم لايت هو اللي مفتوح. خامة ورق الشجر بسيطة قوي وقريبة قوي من الستاندرد ماتيريال بتاعت سينما 4D. الاول عايز اشوف لقطة هنا كده، شوف شكلها عامل ازاي، ونشوف الفرق لما نحط الخامة بتاعت الورقة. عايز بس اروح للفي ري بريدج واروح للجي اي، لان انا كنت لاعب في الجي اي في الريديانس ماب، الماكس ريت والمينيموم ريت. انا كنت مخلي دي زيرو بس رجعتها تقريبا بسالب واحد، وفي الكالر مابينج كل الكلام ده مظبوط. انا عايز استخدم الراين هارت، هيدي نتيجه احسن. تمام، وهروح للجي اي ومش هستخدم البروت فورس عشان الوقت، هستخدم الاي ار ال سي ميديوم، وهروح للكالر مابينج كل الدنيا تمام. ايه هعمل رندر بسرعه كده اشوف. اعتقد فاضل السامبلينج بتاع الانتي الياس. هو انا عايز يتظبط او عايز يقل شويه. ماشي كويس، فاضل الخامة بتاعت ورق الشجر نعملها بقى بسرعة. نروح هنا ونسمي دي ليف ودبل كليك. طبعا غلط اللي انا عملته، عايز اروح لكرييت الاول وشيدر وفيري بريدج واقول له ادفانسد ماتيريال، وهنا هقول له ليف، دبل كليك على الليف، ولا هنعمل فيها اي حاجة غير ان انا هروح للويت ماتيريال اللي للالفا، وهشتغل على الديفيوز كلر. في الديفيوز كولر هروح لل الديفيوز كولر واقول له لود ايمج، ومن ايمج انا كنت جايب الاي في جروور، لكن هروح لديسكتوب واروح ل فيري اكستيريور اعتقد ده، او خلينا نروح ل ال جي اف اكس وكورسز وفري وتكس هنا، وهاخد خامة ولتكن زي دي واقول اوبن. هيقول لي ياخدها كوبي للبروجكت باث، هقول له يس مش مشكلة. وطبعا دي زي ما هي كده، لو احنا زودنا دي فانا هزود البرايتنس بتاع الديفيوز. بعد كده هروح للماتيريال ويت عشان اخد الالفا شانل، ودي اعتقد الالفا بتاعتها اللي هي دي. طبعا بالمنظر ده انا مش عايزها كده، فاضغط على انفرت عشان تشتغل زي ما انا عايز بالظبط. مش محتاج اي حاجه تاني في الليف دي اكتر من كده، اللي انا محتاج لا سبيكولار ولا محتاج غيره. هشيل لايت، وهنا كان في جرينري، في مش عارف كتاني واحده مش دي. طيب خلينا نسلكت
دي كده اللي هي الجرين بوشز، اللي هي دي اللي هي الليفز. هاخد ليفز احطها عليها بالشكل ده كده، وهنور كل اللايتس وهعمل رندر. زي ما احنا شايفين الخامة جميلة جدا وكويسة جدا، وزي ما احنا قلنا الجرينز دي سببها subdivisions بتاعت اللايت، فده يتظبط في الاخر ان شاء الله. في ايه تاني ليفز؟ في واحدة هنا ليفز، في لو قفلنا كل اللايتس دي تمام، وجينا حتى قفلنا كمان اللايت الاساسي عشان اخد بقية الليفز تمام، اللي هي دي. انا عايز السلكشن دي، اعتقد في حاجة غلط، كانت 10 تمام. عايز اخد الليفز دي، الليفز دي موجودة في 3 2. تعالوا نعمل نفس الماتيريال، كنترول ودراج ودبل كليك، وهروح للديفيوز لير وهعمل لودنج لايمج تانية، ولتكن ايمج زي الاوتم، وهروح للالفا شانل. اعتقد ادي الالفا بتاعتها تمام. طبعا هعمل رايت كليك واقول له كلين عشان ابقى شايف الدنيا ظروفها ايه. هقفل وهاخد نفس الخامه دي احطها على الليفز، ونجرب رندر بسيط تمام للحته دي كده كلها، ونشوف الدنيا هتبقى ظروفها ايه. زي ما احنا شايفين الخامه حلو قوي، ما في فيها مشاكل، لكن الورق نظيف. يعني ايه نظيف؟ يعني المفروض ده جو تلج، عايزين يكون فيه زي دست، زي تراب، تراب تلجي كده على الورقه نفسها. فتعال نروح للانتر اكتف ريندر ريجون، ونسلكت ريجون بسيط كده عشان بس ايه نشتغل عليه مره واحده. يتعمل بقى ازاي التراب ده؟ ببساطة لو احنا خدنا خامة الايس دي، هشيل انتراكتيف رندر ريجن لانه هيتقل الدنيا تمام، وهاخد الايس وهسميها ايس دست، دبل كليك وكل اللي انا هعمله ان انا هسيب الخامة زي ما هي، بس هاجي في الماتيريال ويت وهحط له هنا نويز. بس هو ده اللي انا عايز اعمله. لو قلت له بلين تمام، عايز احط له نويز بالشكل ده كده، اصغر اكبر النويز مش فارقه، اعمل له انفرت مش فارقه، حسب الشكل حسب الشكل اللي انت عايزه. لكن انا عايز النويز ده ياخد نفس الحجم بتاع او نفس الشكل بتاع الورقه، فهروح للكالر ماب وهحط لاير. جوه اللاير هروح لايمج، ومن ايمج هاخد الالفا شانل بتاعت الورقه اللي انا عايزها، اللي هي الورقه في حالتي الورقه دي بالشكل ده كده، بس طبعا معمول لها انفرت او معكوسه. انا ممكن اعمل كده فهجيب الشكل بتاعها، او الاحسن والافضل ان انا احط على دي فلتر، او ان انا كنت احط هنا فلتر واعكس الموضوع واخلي دي مثلا سكرين بالشكل ده كده. ولو طلعنا كده وعملت انفرت ما ظبطتش معايا. طب عشان تظبط انا محتاج ان انا اعكس الصوره دي نفسها. طب هعكسها ازاي؟ ببساطه لو رحت لشيدر وحطيت فلتر، جوه فلتر هحط نفس الايمج للايمج دي، بس كل اللي هعمله ان انا هغير في الكليبنج بالشكل ده كده بس، واجي هنا واقول له سكرين، هلاقيها ادتني اللي انا عايزه بالمنظر ده. كل بقى اللي هعمله هقوم جاي رايح على الليفز وجاي حاطط دي بالشكل ده كده، واقول له طبعا كالعاده ميكس تكتشرز، وتعالوا كده نشوف الدنيا ظروفها ايه.
زي ما احنا شايفين ادي النتيجة بعد الرندر، والنتيجة مرضية وكويسة. فاضل الستم او الجذع بتاع الشجرة نفسه. هقفل اللايت واروح لستم. ستم مش عايز يجي. ستم اهو اهو اللي هو ده، ادي الترانك برانشز. طبعا انت حر بقى، يعني عندك الستيم ده وترانك برانشز كلهم نفس الخامه تقريبا. دبل كليك، برضو دبل كليك، هروح للكرييت وادفانسد ماتيريال، وده هنسميه ستيم. هروح للديفيوز لاير ونفس الموضوع، هروح في التكتشر ماب وهروح اخد خامه ولتكن خامه زي دي، تمام، ورايت كليك اوبن ويندو المنظر ده، وده الديفيوز لاير. نفس التكتشر دي كوبي وهاخدها للبامب لاير بيست، تمام. بس الاحسن ان انا اعمل ايه، ان انا احطها جوه فلتر، وجوه الفلتر هقول له دي ساتوريت، اقفل الساتوريشن خالص. ممكن اقول له انيبل كليبنج بحيث ازود الكونتراست فتديني حواف حاده شويه. هيقعد ياخد وقت بقى، انا واحد عايز يخلص، تمام، هتديني حواف حاده شويه. ممكن اعكس الدنيا، ممكن اخد ده ورا واطلع ده قدام فاعكس الموضوع وازود الكونتراست شويه. كل الهري اللي احنا بنعمله ده ملوش اي لازمه، لان الخامه في الاصل كمان مش هتبقى باينه قوي. فهقفل الموضوع ده وهعمل من فانكشنز هقول له ابلاي. طبعا هي هنا هتبان بشكل مش ظريف، فهروح لاديتور. مفيش اديتور، لا في اهي، هروح هنا واقول له 1024 بحيث تبان بشكل احسن جوه الفيو بورت. غير كده كمان انا محتاج ان هي يكون البروجيكشن بتاعها كيوبيك مش يو في دبليو. ونشوف كده الحته دي شكلها عامل ازاي. وطبعا ما فيش ولا لايت شغال، انا عايز انور النور كله، تمام، وهاجي هنا واشوف الدنيا ظروفها ايه. انا متهيألي الخامه مظبوطه، وكده كده هي مش هتبان بالدرجه. انا هقفل دي وهرجع للكاميرا، تمام، هقفل دي وارجع ليه الكاميرا، وعايز اروح للشجره دي، انا مش عارف هي فين، اللي هي 3D، واروح لليفز وهديها الليفز دي والبرانشز. اللهم الا لو انت عايز بقى تعمل خامات انت تانية، نفس المبدا نفس الكونسبت تقريبا. والترنك دي البرانشز الفروع، وده الترنك. طب خلي ده نديله خامه تانيه، ده نسميه ترنك. دبل كليك، هروح للبمب، والله البمب ممكن نسيبها زي ما هي، تمام، لكن هروح للترنك. و انا خدت دي، انا مش عارف انا خدت انهي واحده، انا مش عارف انا خدت. خلينا ناخد البارك، ممكن اسيب البمب زي ما هو بس اعلي البرايتنس عشان يبقى الديفيوز اقوى، ودي نفس القصه، اعلي البرايتنس عشان يبقى مشبع باللون اكتر، وهاجي على الترنك واديله الترنك ده، وهخلي برضو نفس القصه اخليه كيوبيك كنترول اس. الشجره دي اللي هي اديها اعتقد ان الشجره دي فيها نيدلز، النيدلز متهيألي هي دي اعتقد هي دي. وفي البرانشز هديها دي، وفي الترنك هديها دي، ودول ورا بعض او مع بعض هيبقى البروجيكشن بتاعهم كيوبيك. وتعالوا كده نعمل تيست رندر سريع. دول انا مش عايز منهم حاجه، ده وده وده مش عايزهم.
هقفل الفلتر او اقفل السيرش اسف، ونشغل كل الهايبرز انيبل كنترول اس، ونجرب نعمل رندر ونشوف. ادي شكل السين اللي احنا وصلنا لها. في عندي بعد كده الخامات اللي باقيه، الخامه بتاعت الخشب، والخامه بتاعت المعدن بتاع البيت، والخامه بتاعت الفريمنج بتاع البيت نفسه. هقفل دول واقفل اللايتس. هقول لايت واقفل ده واقفل ده، تمام، وارجع ورا. فاضل الخامة دي، نفتح الهاوس اللي هي الهاوس فريمينج، تمام، كرييت شيدر فيري بريدج واقول له ادفانسد ماتيريال، ودي هنسميها هاوس فريمينج، دبل كليك. هروح بعد كده ل ديفيوز لاير، وفي كلر هقول له عايز الاستاكو ماتيريال اللي هي دي، واقول له اوكي، وافتح اوبن ويندو. اللي انا محتاجه عايز اروح للسبيكولار كلر، وافتح السبيكولار كلر واحط تقريبا نفس الخامة في اللاير ترانسبيرنسي، او خليها في السبيكولار كلر بست. وهاجي في تريس الريفليكشن، هقول له لا مش عايز ريفليكشن، تمام. وفي البرايتنس او جلوسنس مش عايزها تبقى جامده قوي، وفي البامب نفس الماتيريال، وهحط لها برضو نفس القصه فلتر. جوه الفلتر هزود الكونترست شوي، وهعكس الموضوع بحيث انها تبقى بيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، تمام. هروح لدي هاخدها وانزلها هنا، وبرضو هخليها كيوبك، تمام، ونشوف الدنيا ظروفها ايه. اعتقد شكلها كويس. ولو احنا فتحنا اللايت عملنا كده، تمام، شكلها كويس قوي قوي قوي، خصوصا في المنطقة اللي هنا دي. هاجي بعد كده ل الهاوس نفسه من بره، اللي هو البانلينج بتاع الهاوس، وفي ووك واي تحت، وفي هاوس فريمينج. هاوس فريمينج دي خلصناها، نيجي للهاوس بانلينج، تمام، اللي هي اللي بره دي. انا مش عارف دي ايه، الريلز والترس. خلينا في البانلينج الاول، نفس الخامه دي، تمام، بس هعمل لودنج لخامه تانية. اوب، في بقى حاجه معلمناش عليها، معلمناش على البامب اصلا. دبل كليك هنا وعلم على البامب برضو، تمام. ماشي، وهاجي على السبيكولر لاير، وهاخد خامة تانية بتاعت كونكريت. اعتقد هاخد الخامة دي،
وفي الديفيوز لاير هاخد نفس الخامة، هاخد الكونكريت وهروح للسبيكولر لاير وهزود السبيكولر شوية. تمام، واروح للبامب هغير الصورة، هغير الصورة. انا ممكن اخد صورة تانية والله، هاخد الكونكريت زي ما هي برضو. تمام، وهعكس الدنيا. ممكن اقلل الجامة بتاعتها شوية بحيث اجيب شوية بامبنج امام الملمس بتاعها اخشن. نزود دي عشان تبقى هوت سبوت صغيرة، مش عايزها اصلا هوت سبوت اساسا، بس حاجة كده. دي هاخد احطها على البانلينج، وفي نفس الموضوع هقول له كيوبيك. تمام، ونجرب من زاوية الكاميرا وارجع لكم تاني. ادي شكل البيت بعد ما خلصناه. في خامات ايه تاني؟ في خامة الحيطة دي، هي نفس الموضوع على فكرة، نفس القصة بالظبط. هاخد نفس الموضوع كده وهغير بس الحاجة، هاخد السبيكولر كولر، هاخد مثلا حاجة زي كده، نفس البامب على فكرة بيبقى هو السبيكولر، ونفس الموضوع هنا هاخد خامة زي كده، وفي البامب نفس الموضوع ونفس نفس الفلتر هاخد خامة زي كده. لو جينا رحنا خدنا اوبن ويندو هنلاقي الخامة بالشكل ده. هو بس في حاجة في البامب، ان انا هعمل انفرت للبامب بس، يعني انا عايز دول يبقوا حفر بدل ما هم بارزين لبره، بس بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. ممكن اخلي دي كمان يبقى 3 سنتي بحيث ان دي تعتبر وول او تعتبر حيطة، ما هياش حاجة، بس عايزة بالشكل ده كده. لو عايز تشتغل على البامب شادوز ماشي، بس يعني دي مش كاميرا مش هتقرب منها، فما فيش داعي انك انت تاخد وقت كبير فيها يعني. فهاخد دي وهاخد دي وارميها عليها بالشكل ده كده. تمام، وبرضو هخليها كيوبيك. تمام، ونفس الموضوع هنا فانكشن ابلاي نفس القصة كيوبيك. ارجع للكاميرا بتاعتي واعمل كنترول اس واعمل رندر وارجع لكم بعد. ادي الفاينل سين او الفاينل ريندر بتاعنا. طبعا اختلاف الجو اختلاف الصوره على حسب، عايز تظبط الدنيا عن كده روح لللايت دوم وروح للاريا لايت، وتعالى هنا اظبط الاكسبوجر زي ما انت عايز. لو انت عملتها سالب 4 هتلاقي النتيجه مختلفه تماما في الاضاءه. انا بس عايز اعمل ريندر لريجون بسيط. المشكله انا نقيت الريجون اللي في الازاز. فاضل على فكره فاضل لنا احنا خامه واحده بس عايزين نعملها، اللي هي الخامه بتاعت الميتال. خامه الميتال على فكره ليها 5000 طريقه يتعمل بيها، منهم طريقه بسيطه جدا تمام اللي احنا هنقولها دلوقتي، وفي طرق تانية كتير قوي لو انت عايز تعمل كومبلكس ماتيريال. انا متهيألي كده النتيجه احسن على فكره، نتيجة احسن كده. لو رحنا الكرييت، ومن كرييت خدنا شيدر، ومن في ري بريدج خدنا ادفانسد ماتيريال، وببساطه انا هديها لون اللون الميتال. تمام، لو احنا خدنا لون كده ورحنا لل البلوش. تمام، خليناه كده مثلا ياخد اللون ده. هروح للسبيكولر لاير هسيبها زي ما هي، وهطلع بالجلوسنس تمام بالشكل ده كده، وفي الريفليكشن جلوسنس هقلله شويه بحيث ادي زي بلر، وفي الاماونت بتاع السبيكولر هقلله شويه علشان انا عايز اطلع او اعلي الريفليكشن على السبيكولر.
يعني انت لو عايز تعلي الريفليكشن على السبيكولر هتلعب في الاماونتس دي، والهوت سبوت دي هخليها اقل من كده شويه، وهعمل سوفت ايدجز بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. الماتيريال دي هتاخد وقت طويل قوي في الرندر. غير كده كمان انا ممكن اغير التايب بتاعها، بدل ما هي بلين ممكن اخليها وورد. الوورد بتغير شكل السبيكولر وشكل الريفليكشن، فعشان كده انا هرجع بده او هزود ده قدام شويه كده تمام، واخليه بالشكل ده، والسبيكولر هعليه شويه بحيث اقلله حبه كده، ممكن اطلعه قدام شويه كمان. ماشي بالمنظر ده كده. ده لو انت عايز تعمل دي من ضمن الطرق اللي انا قلت لكم عليها في عمايل الميتال. الميتال هحطها في حاجه اسمها الفريمنج. المشكله لما تكون انت مش عامل الفريمنج دي، الفريمنج الاثنين دول هيطلعوا بره. المشكله لما تكون انت مش انت اللي عامل الحاجه نفسها، بتقعد بقى تدور. انا سلكت ده كله، كل دول، وفانكشنز ابلاي بس. الكاميرا دي هقفلها وهقرب شويه، هنستحمل يعني بقى شويه التقل دول تمام، وهنبعد شويه كده. هسلكت الفريم ده ونبعد شويه كده تمام، بحيث نشوف شكل الماتيريال. هاخد الجزء ده وهعمل له ريندر وارجع لكم بعد الريندر. ادي شكل الخامه بتاعتنا. طبعا النويز اللي فيها ده قلنا من السب ديفيجنز بتاعت البلر، على فكره مش دي مش بتاعت اللايت. الفريم ده انا مش عارف الابر بانلينج دي منه، كان نفسي يكون دي مش من الابر بانلينج علشان نشوف او نحط خامه الميتال فيها. تعال نعمل كده ريندر هنا ونشوف دي، يعني دي كانت واخده برضو خامه الميتال. ادي الخامه بتاعتنا بتاعت الميتال، شكلها حلو قوي زي ما احنا شايفين. الجرين والنويز ده علشان برضو الناس تفتكر هو كان منين تمام. في حاجه اسمها جلوسنس سب ديفايدز. الجلوسنس سب ديفايدز هي المسؤوله عن النويز اللي احنا شفناه هنا ده من شويه. في الخامات الميتال لازم دي على الاقل تترفع تبقى مثلا 32 مثلا، يعني عشان ناخد جلوس شكله كويس او ناخد ماتيريال شكلها كويس. كل ما هترفع كل ما هتاخد ماتيريال شكلها او ملمس شكله احسن تمام. عايز اكبرها شويه. ممكن الخامه دي نروح للبامب ونلود اي هنا حاجه. ممكن لو رحت النويز تمام ودخلت جوه نويز واخترت موديل من النويز يكون شكله ظريف، زي لوكا، مش لوكا، انا عايز حاجه تكون شكلها حاجه زي دي كده، بس انا مش عايزها قليله قوي كده. جلوبال سكيل ممكن اخليه بتاع 600 ولا حاجه تمام، بحيث يبقى حديد زي ما شايفين عامل بالمنظر ده. ممكن ارفع اللو كليب والهاي كليب تمام، بحيث ان انا اعمله زي ما يكون منقوش كده. لو رحنا في الاوكتافز علناها خليناها 20 عشان ندي ديتيلز اكتر جوه النويز نفسه. ممكن اعلي ديتيلز اكتر لو رحت راحت فين الدلتا، خليتها مثلا بتاع 400، مش هبان هنا لكن هبان هنا جدا تمام. ممكن اخد دي قدام وارجع بدي لورا بحيث ان اعمل لها انفرت تمام بالشكل ده كده. طبعا انا مش عايز الانفرت كده تمام. ممكن بقى نغير نخليها حاجه بالشكل ده بحيث تدي حاجات بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. ممكن اطلع اب واخش هنا احط لاير، جوه اللاير هحط نويز تاني مثلا
وجوه النويز التاني ده هخلي جلوبال سكيل مثلا ب 10، حاجة صغيرة قوي، وهخليه مثلا يبقى جاسوس. فين الجاسوس؟ جاسوس تمام بالشكل ده، واطلع اب وهخلي البلند مود مثلا يبقى اوفرلاي حاجة بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. طبعا انا لو قربت شوية من الخامة نفسها وجينا عملنا هنا ريندر للريجن ده ونشوف الشكل، هياخد وقت طويل في الريندر على فكرة، عشان الدنيا زادت قوي في الجلوسنس في البلر او السب ديفيجن او جلوسنس سب ديفيجن، وعلشان كمان في بامب. اسيبه يرندر وارجع لكم مرة تانية. ادي شكل الخام زي ما احنا شايفين، في فرق كبير في البلر، مفيش هنا النويز، او موجود بدرجة خفيفة جدا جدا جدا. اخر حاجة هتكلم عليها وبسرعة، تمام، البروكسيس، او زي ما احنا الناس اللي شغالة سينما في حاجة اسمها الانستنس. الموضوع في الفي راي، في موضوع الانستنسز ده مختلف شوية، هو بس الفرق ان ده اسمه بروكسي وده اسمه انستنس. حاجة في منتهى البساطة، لو خدت التري اللي احنا هنشوفها دي، التري دي تري ولتكن عايز اكرر واحدة صغيرة، لا دي كبيرة، دي عاملة ازاي؟ اه دي صغيرة. لو عايز اخد دي احط واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا، هروح للتري دي واعمل رايت كليك واروح لفيري تاج واقول له حاجة اسمها في راي مش اكسبورتر زي ما هي ولا تعمل فيها حاجة، ونروح لبلجنز وناخد في راي بريدج واقول له حاجة اسمها في راي مش فايل اكسبورتر، لا مش دي، في راي بروكسي جنريتور، اسف. لو عملنا كده خلاص عمل بروكسي من الشجرة بتاعتنا. بس هو كل ما في الموضوع ان هو هيسألك يقول لك طب فين الفي راي مش تاج اللي هو اللي احنا لسه حاطينه، خد ده حط ده كده بس خلاص. تعالى بقى لده، تمام، اسحب ده كده اهو، تم عمل لك نسخة من الشجرة، وزي ما احنا شايفين سريعة جدا في الريندرنج. هدوبليكيت كنترول دراج وناخد واحدة مثلا كده واحدة كده، هدوبليكيت تاني كنترول دراج، وممكن اخد واحدة هنا عندي كده بس. ادي موضوع البروكسز بتاعت الفي راي. لو رجعنا للكاميرا تمام وحبيت اعمل حاجه فيها دراما شويه، هاخد الشجره التول تري تمام وهدوبليكيت ده، وهروح للجنريتور من دول وهعمل كده، وهاخد ده ابدله مكان ده، وهاخد ده كده طبعا هو مقلوب، هلفه اكس واي زد زيرو زيرو سكيل كنترول زد. طيب السكيل انا هسكيل الاوبجكت نفسه تمام مش الموديل. طبعا الكلام ده كله موديل اوبجكت، كل الفيلم ده مشروح قبل كده في كورساتنا اللي موجوده في جي اف اكس اكاديمي، اللي عايز يرجع لها يتفضل مشكورا، يرجع لها زي ما هو عايز حاجة كده مثلا تمام بالشكل ده، واجيبها كده، وممكن يعني سنة روتيت سنة روتيت حاجة بالشكل ده. الشجرة دي أنا متهيألي فيها غلطة، الترانك برانشز والسمولر سكينز، لا مش الشجرة دي، الشجرة دي، الشجرة دي فيها غلطة. السنو السنو خد الخامة بتاع الستام، المفروض ده كده بس، اللي كان فيها الغلطة الصغنططة دي. و التول تري السمولر ستينز والترانك برانشز
instance لو اديتها دي والبرانشز اديها دي ودي هتبقى كيوبك. تمام كنترول اس. نرجع بقى عشان نخلص الدنيا دي كلها، اروح للهايبر نيرفز واروح للفلتر دبل كليك واروح لبيزك واقول له انيبل واقفل الفلتر كنترول اس. هروح للكاميرا وهروح للايزو او اروح للشاتر سبيد واخليها ليكم 150 واقول له كنترول اس رندر وارجع لكم بعد رندر. وادي الصوره بعد ما خلصناها وكده نبقى خلصنا من السين، طبعا باستثناء موضوع السماء اللي محطوط ورا مش مشكله يعني، انا يعني مجرد ان هي بس ان انا عرفت الفكره الاساسيه، بعد كده موضوع السماء ده مش مشكله، ممكن اطلع الصوره الفا ونحطها في الافتر وخلص الموضوع على كده. لكن كده احنا خلصنا السين دي، واشوفكم ان شاء الله في تيتوريال تاني برضو من مذاكرتي في الفيري. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.